الاجهزه الكهربائيه بتاعه العروسه، تجيب ايه وما تجيبش ايه، ايه الضروريات وايه الكماليات. انا هقولك، بس قبل ما اقولك ما تنسيش اللايك والشير وشويه الزراير اللي حواليا. هنا القاهره الى ربات البيوت. اهم حاجه هتقابلك في تجهيز منزل الزوجيه هي الاجهزه الكهربائيه، لانها اهم حاجه في البيت، علشان العرسان الجداد محتاسين ومش عارفين يشتروا ايه. وبعيدا بقى عن العريس هيجيب ايه والعروسه هتجيب ايه، علشان ما تقومش خناقه، كل واحد عليه ايه على حسب عادات وتقاليد كل بلد وعلى حسب الاتفاق. وانا هقولك القايمه الاساسيه اللي البيت محتاجها، يعني مثلا ثلاجه، غساله، بوتاجاز، مروحه، دفايه، مكوى، خلاط، مضرب البيض، ديب فريزر، مكنسه، تلفزيون. طبعا دي الحاجات الأساسية اللي بتتجاب لكل عروس، وبرده نوع ايه، غالي ولا رخيص، ماركة ايه، دي حاجات أساسية للبيت، وعلى حسب مقدرة كل واحد وإمكانياته يجيب ماركة ايه وبسعر ايه. لكن في شوية كماليات ممكن نتكلم عنها لو تحبوا تشتروها، زي التكييف، الديسبنسر، الهاند بلندر، الغسالة العادية، مكنة القهوة، المفرمة. العروس عايزة تجيبها براحتها، مش عايزة تجيبها وتجيبها بعد كده بعد الجواز، برده براحتها. وبرده هرجع وأقول على حسب مقدرة كل واحد وإمكانياته. الغريب اللي سمعته واندهشت منه جدا، قال في عروسه جابت في جهازها طفايه حريق. دي بقى جديده خالص، جديده من نوعها، والله بسمع العجب بيجي في الجهاز. المهم انكم تشتروا الحاجه اللي على قد مقدرتكم واللي البيت محتاجها والضروريه الاول، وما تزنقوش نفسكم ولا تزنقوا اهاليكم. مش عشان بنت خاله العريس جايبه الجهاز الفلاني او جايبه الحاجه الفلانيه انا لازم اجيبها، لا، ملناش دعوه بحد، كل واحد على قد ظروفه. اتبسطوا باللي معاكم يا حبايبي واللي في ايديكم، والف مبروك.